عشان كده انا معايا على التليفون واحد من هؤلاء الجنود، مش هقول جنود مجهولين لان كلهم كانوا جنود معلومين بالنسبه للشعب المصري العظيم. كابتن فكري صالح، او لما بنتكلم على الحرب ضابط صعقه. الكابتن فكري صالح شارك في حرب اكتوبر عام 73 واحد الجنود البواسل في قواتنا المسلحه. كابتن فكري، ازاي حضرتك وكل سنه وانت طيب. محمد، ده شرف عظيم ليا ان اكون مع حضرتك. يا فندم، ده شرف لينا احنا. اعرف انك انت رجل وطني بالمقام الاول، وشرف عظيم ليا ان اكون في قناه النادي الاهلي قلعه الوطنيه. ويكفي ان انا اقول حاجه بسيطه، ان في حرب 73 لما الشعب بروح اكتوبر النادي الاهلي اعلن التبرع بالدم، في 10,000 واحد عشان يتبرع بدمه داخل قلعه النادي الاهلي، قلعه الوطنيه. فيعني شرف عظيم ليا في هذا اليوم. ويمكن انا حاليا باخد دايما اجازه 24 ساعه واقول انا استراحه محارب قديم، لاني يمكن انا ما خدت فايد، وده لاول مره في حياتي اقوله لاي حد. انا بفضل اقوله معاك الذكريات بالذات بعد الانتصارات العظيمه حصلت بعد مسألة الطيران، وكانت اسرائيل بتنهار، حصلت موضوع الثغره في الاسوان. وهي المنطقه دي على بعد كيلو ونص مني من المكان اللي انا فيه، اللي بقضي فيه استراحه محارب، لان كان لها ذكريات عظيمه جدا. مشكله حرب 73 او ذكر انتصار 73 يا كابتن محمد، مش موضوع حرب او مباراه. كانت بعد نكسه 67 في انكسار في العالم العربي كله وفي الشعب المصري وفي القوات المسلحه وبالذات احنا، لان للاسف احنا ما حاربناش في 67، لان كان في قرارات على مستوى الاعلى اتخذت غلط، فبالتالي الجندي المصري لم يحارب حرب 67، فكان جواه مرار كبيره جدا، ومنتظر اليوم اللي عايز يرجع الكرامه تمام وللعالم العربي ككل. واحنا كفرد، وبما اني فرد من افراد القوات المسلحه المؤسسه العسكريه العظيمه، مش عايز اقول لك احنا والمجموعه كلها اللي كنت بفتكر ان انا احد افرادها، وكنت ضابط صغير في التوقيت ده، كلنا كنا بنسعى الى الشهاده، لان احنا انت عارف شعار القوات الخاصه والجيش ككل النصر او الشهاده. فهي ما كانتش كلمه، والله يا كابتن محمد كنا بنبقى رايحين وكلنا عايزين الشهاده قبل النصر. كان ربنا بيدينا دايما الحمد لله النصر. طبعا لنا ذكريات كبيره جدا مش هنقدر نتكلم عليها لانه عايزه وقت كبير، انما انا عايزه حلقات الاجيال الجديده اللي هي مش عارفه يا كابتن محمد بالظبط، مش عارف. يمكن انا بخاطب دلوقتي القلعه بتاعت الوطنيه لما بنقول روح النادي الاهلي. تمام، يعني احنا دايما او عندنا بنقول او عندكم في القلعه الحمراء بتقول روح النادي الاهلي. انا بقى بقول انا محتاج روح اكتوبر للجيل الجديد. وانا اسعد واحد في الدنيا لان هيشوف النهارده فيلم، الفيلم ده جزء بسيط من العمليات اللي كانت في حرب الاستنزاف للقوات الخاصه او قوات الشعب. يكفي ان اللواء ابراهيم الرساعي رحمه الله عليه عامل لوحده يا كابتن محمد 95 عمليه فدائيه. واستشهد وهو طايف في رمضان. وعمليات كبيره جدا. انا سعيد ليه بقى؟ لاني انا النهارده بعد الفيلم ده هبدا اشوف روح اكتوبر ترجع لجيل جديد. روح اكتوبر اللي خلت الناس، اولا جميع القوات العسكريه قالت ان خط بارليف محتاج بلا زرق، لن يستطيع احد ان يجتاح خط بارليف من كثر، اولا عماره 12، يعني تخيل عماره 12 دور يا كابتن محمد، صح؟ طب العسكري هيطلع فيها ازاي؟ محطوط في اناجيب نضال
القناه بمجرد اي حد يعبط هتتفتح نار. مين اللي هيعدي في وسط النار دي؟ الدوشن بتاعتهم ما تاثرش بيها اي مدفعيه ولا اي حاجه، لانها معموله في خرسانات معينه كانت بتيجي بالطيارات تتركب. ويمكن ان في اكبر من دوشمه موجوده اي حد يروح يتفرج عليها. الانسان هم ما عملوش حساب الانسان المصري البسيط. يعني لا هي بالسلاح اللي كان عندهم ولا بالتطور التكنولوجي ولا بالكلام ده. عندنا الانسان المصري اللي لما بتطلع الحته الوطنيه بتاعته ما بيقفش قصادها اي حاجه. هل تتخيل ان لم يتم تلقين اي احد من العساكر او الضباط ان تقول الله اكبر؟ لما مجرد ما الطيران عمل الطلعه بتاعته ساعتين وخمسه يا كابتن محمد، كل الناس الله اكبر من جوه القلب. كلمه الله اكبر زلزلت. انت خدت خط بارليف في ست ساعات، يعني اللي العالم كله قال فيه عايزه ولا قنبله ذريه تقدر تسافر، وان اي قوات هتحاول تطلع عليها هتبقى خساير سالحه ومش هتستطيع. والفكره كمان يا كابتن فكري، الفكره نفسها في تحطيم خط بارليف، يعني الفكره في حد ذاتها وباقل شيء ممكن اي حد يتوقعه مهما كانت قوه حتى افكارك او مخابراتك او من الدول الاخرى، لكن فكره وعقيده واستطاع الجند المصري او حتى القوات المسلحه ان هي تتخطى خط بارليف بافكار عظيمه جدا رغم ان الفكره في بساطتها، لكن كانت فكره عظيمه انك تقدر تتخطى هذا السد المنيع زي ما قالوا طبعا على حد وصفهم. ما انا عشان كده بقول يا كابتن محمد الروح القتاليه، انا بتكلم على روح اكتوبر، ودي اللي انا عايزها دلوقتي، لان للاسف احنا بنحارب دلوقتي حرب اكثر من حرب 73 يا كابتن محمد. ليه؟ مظبوط. انا في 73 العدو قدامي، عارف الدشمه بتاعتي فيها ايه؟ هقدر اتحرك ازاي؟ لان من عظمه القيادات اللي عملت هذه الحرب، كل اللي فرد صغير من اول عسكري لغايه اكبر ضابط، كل واحد كان عارف بتاعه هيعمل. انما انت في حرب دلوقتي ما انت شايف العدو بتاعك، انت بتعمل عمليه جراحيه، لان للاسف العدو بتاعك مستخبي جوه ناس فينا او يطلع من ناس مش بتحارب، ناس جبانه، بس قصه ثانيه خالص. حرب افكار، حرب الكترونيه، حرب مختلفه تماما. لان العسكري اللي بيحارب ده بدمه. اتفضل يا كابتن فكري. العسكري اللي بيحارب بدمه بيبقى اما يلاقي الجبهه بتاعته ورا مش معاه بتفرق كتير معاه نفسيا. انا هقول لحضرتك حاجه، انا من مصاب العمليات في 73، بس انا بحكي حاجه مش عشان اقول ان انا مصاب، انما انا خدت ثلاث طلقات وشايفه لم احس بيهم يا كابتن محمد لمده ثلاث ساعات، والاظرول غرقان دم. ليه؟ الروح اللي جواك اللي هي روح اكتوبر اللي انا عمال اتكلم عليها، اللي انت لما تيجي تتكلم تقول روح الفانيلي في النادي الاهلي، انا عايز روح انتصارات اكتوبر ترجع تاني في الوقت ده، استفيد من هذا العيد ما تبقاش اجانب تتقال. وانا عشان كده سعيد جدا ان فيلم الممر ده هيعمل تغيير كبير جدا. حقيقي. ان الناس مش عارفه. حقيقي. اجيال طالعه مش عارفه حرب 73 ولا اللي حصل دي. فاتمنى من الله يعني ان انا بامل ان بعد الفيلم ده هتتغير حاجات كثيره جدا بعد ما الناس تتفرج، لان دي عمليه حقيقيه من احدى العمليات اللي كانت في الاستنزاف. يعني حتى مش هقول سر، اللي هو نوح هو اللي احمد عز في السنترال قصر السنترال والكلام ده، دي حقيقه، كل حاجه في الفيلم دي كانت حقيقه. الواقع لما نزل وكان في اجازه وشاف حاله الشارع وراي الناس. ايوه. وقال انا بقول حتى ليا الحق ان انا بقول اسمه ده، اللي هو كان في المجموعه 39 صعبه، وكان من يعني انا يكفي زي ما قلت لك يعني عندك سياده العميد احمد ملكي رحمه الله عليه، عامل عمليات يعني لو الشعب المصري عرفها مش هيصدق. في قصص وحكايات في حرب اكتوبر مجلدات، في ناس عظماء في مصر لازم يطلع عليها الصوت ان الناس تشوفها. ده حقيقي. ده اللي انا اتمناه يا كابتن فكري. انا اكتوبر ترجع
يعني لان هتفرق كتير للشعب المصري. دي حاجة مهمة جدا، وأنا بشكرك يا كابتن فكري بجد، لأن حضرتك ذكرت جزئية مهمة جدا، روح أكتوبر تكون هي الروح ما بين الناس في الشعب المصري في الشارع في أي مكان.